السلام عليكم اخوتي، فيديو جديد. لكن كيعجبكم هادشي اللي كندير، ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا شي تعليق فيه الراي ديالكم، وديروا ابوني باش ديما يطلع لكم الجديد، وما تنساوش تفعلوا الجرس. وشكرا، فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم خير، مساءكم حب وعطاء عشاق قناة عديل بيكاسي. كيف ما عودتكم هذه القناة كتطمح دائما لإرضائكم وكتجيب لكم الجديد اللي كينال إعجابكم وكيليق بمستوى ديال المتتبعين ديالها. كيف ما عودتكم قناة عديل بيكاسي اللي كتهتم بهذه المدينة هذه وكتعمل على إبراز هذه المدينة وباش تبينها في المكان اللي كتستحق. فتعالوا ورافقوني في هذه الجولة الجميلة الرائعة من مدينة جميلة وأجمل المدن المغربية، اللي غادي نمروا على حي الصحراء بالقرب من سوق مبروكة. فمتتبعينا الكرام، تعالوا رافقونا في هذه الجولة الجميلة من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، اللي أكيد غتنال إعجابكم. فدعمونا المتتبعين ديالنا بلي لايك ولي جيم، بلي لايك ولي جيم مهمين باش كنزيدو نتشجعو ونعطيو أكثر في فيديوهات أخرى ونزيدو نخدمو أكثر وأكثر. فتحية لكم متتبعينا الكرام داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، وشكرا لكم متتبعينا. وكيف ما كنقول دائما وأبدا، قناة عديل بيكاسي لا تطمح لشيء غير إرضائكم متتبعينا الكرام، غير تقاسم معكم كل ما هو جديد، تقاسم معكم كل ما يليق بمستوى رقيكم متتبعينا الأعزاء. ولكي يكون عطاؤنا متبادل، كنقول لكم متتبعينا الكرام مزيد من التشجيع، مزيد من اللايك، مزيد من البارتاج، باش نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما يليق بكم متتبعينا الكرام. وكنخص هنا بالذكر الجالية ديالنا المغربية المقيمة بالخارج، اللي كنتوصلوا بالرسائل ديالها، بالدعم ديالها، بالتتبع ديالها، اللي كيفرحنا وكيشجعنا باش نعطيو الجديد. تنقول لكم ما نسيناكمش، راكم في البال ودعمونا. وتحية لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. وهذه هي قناة عديل بيكاسي اللي ديما كتجيب الجديد اللي كيليق بمستواكم متتبعينا الكرام، كيليق بمستوى الرقي ديالكم، كيليق بالذوق ديالكم الراقي. حنا ديما معكم، خليكم كدعمونا بلي لايك بلي بارتاج، ما تبخلوش علينا، حنا ديما معكم. Thank you.
ولعطائنا بقية. وصلنا لنهاية الفيديو متتبعينا الكرام، كنتمنى نكون عند حسن ظنكم باش نقدموا لكم دائما الجديد، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك، وشكرا لكم بزاف. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد اشترك في القناة لطفا وليس أمرا، فعل الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات الجديدة.